اليوم جمعة، جمعة مباركة عليكم إن شاء الله، والله يرحم أمواتكم وأمواتنا، والله يرحم شهدائنا الأبطال اللي استشهدوا وما مستلمين قطع أراضي. وجمعة قشرة وجمعة شرق وزلازل على كل مدير دائرة ما يفرز قطع للجيش والشرطة والحشيد ولكل قواتنا الأمنية اللي مرابطين وإلهم فضل علينا وقاعدين بالإيجار. أنت اليوم مدير دائرة والدولة جاي تعطيك راتب، ما جاي تخدم رحمة والدين، تخدم راتب براتبك وغصبا عليك. هذا راتبك تريد تحوله من حلال توكل فريخاتك، تريد توكله من حرام سم يطب ببطنك وببطن عائلتك. 7000 مرة ناشدنا يابا انطوا للجيش قطع، انطوا للشرطة قطع، انطوا للحشد قطع، ملينا وجزعنا. سرسرية سفلة من جمعة قشرة عليكم وعلى شكولكم القدرة، يا فازدين يا عارات يا سفلة يا سرسرية، خرى بشيب أبو كل مسؤول ما ينطق قطع للقوات الأمنية بكل أصناف. مو عيب مطيها من أبوك، مطيها من شيب أهلك، ناس قاعدة بالإيجار، ناس تستلم رواتبها ويابتها وتطلع بالإيجار، جيعان ضالة، ورث أبوك هاي الجيعان صباح هو ترسى وقول لكم يلا عمي هاي وابنه مناعي لوالدين، هو العسكر اللي دافع عنك هو حسبانك يستحق قطعة والقرآن يستحق بيت، بيت وطيب مفاتيح وقل له روحك عندك وروحك. بس انتم بدون شرف، هاي عامة مو خاصة الواحد، كل واحد، كل مدير دائرة ما يوزع قطع ويفرز قطع قسما بالله مو شريف، قسما بالله. انت قاعد لك ببيت ومتنعم انت وعائلتك وتتلوع الناس مساكين، والله ذاك اليوم شفت مدير يحاكي ولد متظاهر يقول له مو جبنا لك قطع ليش ما تطي، والله يتنفس من ورا خشمه، الله لا يمطيك والله لا يوفقك، لان انت شكلك كله من حرام.